صح التعبير. معنا على المباشر مشكور السيد فاكر بوزغايا، واللي أكيد باش يحطنا في الصورة ويعطينا الأسباب التي أدت إلى طبعا تأجيل الاجتماع، وما صحة ما يدور ويشاع على أن وزارة الداخلية تطلب الويكلو في مباراة الدربي. سي فاكر أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا سي عادل ومرحبا بضيوفك الكرام. نشكرك اول حاجه على رحابه الصدر، وعلى طبعا نعرفك ما تحبش الحديث دائما في وسائل الاعلام، لانه حتى وزاره الداخليه في علاقه ببعض الاحداث تصدر البلاغات وتكتفي بذلك، لكن عندما يتعلق الامر باخبار قاعده تتداول الان بمثل هذه الطريقه كان على الوزاره، وهذا مشكور تفاعل ايجابي منكم انكم تدخلوا لتوضيح الرؤيه وحقيقة ما يدور حول طلب وزارة الداخلية على خلفية الأحداث الأخيرة أن مباراة الدربي تتلعب دون حضور الجمهور. ما صح ذلك؟ صح سي عادل. شوف بالنسبة لنا احنا كوزارة الداخلية ما نحبوش ندخلوا في التجاذبات بتاع معناتها المقابلات الرياضية وهاو الجماهير وهاي الوزارة الداخلية مع طرف ضد طرف واحد آخر، هذاك علاش نحن ماذا بينا ما نتكلموش برشا خاصة في حكاية المقابلات الرياضية، وحبينا نكتفيه ببعض البلاغات اللي تهمنا نحن كوزارة داخلية أو مؤسسة أمنية. بالنسبة لنا نحن سيد وزير داخلية وقتها كيف معناتها قلنا رأوا معناتها أذن بفتح الأبحاث في الموضوع اللي صار بتاع الماتشوات، دونك نستناو هذيك نتيجة الأبحاث، الناس الكل نحاولوا نهديوا الأجواء، نشوفوا عندنا ثقة في القضاء، القضاء هو توا ماخذ معناتها الأمور معناتها بيجي تعهد بالملفين هذاك، دونك أفير كلاسي ماذا بينا نجرب الناس الكل نبعدوا على الإشاعات والمغالطات، خاطر فما برشا مغالطات وفما برشا حسابات، فما حتى شكون راهو ولا معناتها يحلوا في الخطة الأمنية ويحلوا معناتها ويشكوا في الإطارات الأمنية، هذا راهو مش معقول، راهو مش باهي، هذا معناتها بث البلبلة في معناتها المؤسسة الأمنية ما ينفع حتى طرف، لأن راهو معناتها مش معناتها يلزم نثبتوا مليح في الأشخاص وفي العباد اللي ساعات راهو نعطوهم الميكرو ويبدأ يشكك في معناتها في الإطارات الأمنية أو في وزارة الداخلية. نحن وزارة الداخلية راهي معناتها وزارة سيادة ناس وطنيين، العباد اللي تخدم في وزارة الداخلية عباد معناتها محلفة ما عندهاش حسابات، ما عندهاش هذايا كلنا بالنسبة لنا نحن نشوفوا العباد كلها مواطنين سواسية، الجمعيات كلها كيف بالنسبة لنا نحن ننظروا لهم منظور خدمتنا نخدموا خدمتنا الأمنية بحت، معناتها ماذا بينا ما يدخلوناش بالله في التجاذبات. واضح. بالنسبة لسؤالك نحن زاد كيف وزارة الداخلية ما عندهاش حتى دخل باش تقول ويكلوه ولا مش ويكلوه، هذايا حاجة شأن يهم معناتها الرابطة ويهم معناتها اللجنة اللي باش تجتمع وتأجلت ولا ما تأجلتش، معناتها باش تجتمع هي اليوم ولا غدوة، معناتها باش تجتمع اللجنة هذيا معناتها شأن يهمها هي معناتها والمجموعة اللي باش يجتمعوا، معناتها ما يهم ماهوش وزارة الداخلية هي باش تقول راهو ويكلوا ولا مش ويكلوا. يعني بالنسبة لك أنتم وزارة الداخلية خلاف لما يشاع الآن لم تطلب أن مباراة الدربي تصير دون حضور الجمهور على خلفية الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع الفارط. ما تجيش ما هوش معقول، معناتها نحن كوزارة الداخلية هي طرف من الأطراف اللي موجودين في معناتها في المنظومة متاع المقابلات الرياضية، دورنا التأمين، معناتها ما مش نحمل وزارة الداخلية هي القرارات هذية، ماهوش معقول راهي القرارات هذية يتم اتخاذها على مستوى معناتها اللجنة كاملة ومستوى معناتها الهيكل اللي لاهية بالشأن الرياضي، دونك لهنا معناتها ماذا بينا نثبتوا وانا ننفي معناتها ان وزارة الداخلية هي اللي اخذت القرار هذا. طيب بالنسبة لاجتماع الولاية الخاص الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الدربي، عندك فكرة سي فاكر عن أسباب تأجيله أو إلغائه؟ هو باهي والأسباب تخص معناتها الاجتماع، ما هيش أسباب معناتها ما تصوروش أنا باش تكون أسباب معناتها فيها تأويلات كبيرة، راهو معناتها راهو هي حسب علمي أنا باش يمكن تصير غدوة تنجم تكون لي أسباب خاصة معناتها تتم اللجنة في حد ذاتها تتم
إذا الاجتماع بالنسبة لكم أنتم كوزارة الداخلية وقع تأجيله، وليس هناك ما يؤكد خلافا لما وقعت الدولة الآن في عديد المواقع وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أن هناك مباراة ويكلو بالنسبة لمباراة الدربي. وزارة الداخلية تنفي على لسان سيد فاكر بوزغاية الناطق الرسمي للوزارة. بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي فاكر، مشكور جدا على هذا التوضيح. هكا